بسم الله الرحمن الرحيم، راح نبلش باذن الله بكورسنا بعنوان برمجه واجهات مستخدم الرسوميه بالماتلاب. راح نتعرف في الدرس الاول او بالفيديو الاول من الاسبوع الاول على الواجهه، على الاداه جايد. راح نتعرف عليها بشكل عام، على اهم التوابع، اهم الكائنات. راح نلقي نظره شامله عامه عن الاداه من خلال كتابه جايد، اللي هي اختصار جرافيكال User Interface Development Environmental. لو كتبنا Help Guide رح يطلع شرح بسيط لهالأداة. Graphical User Interface Design Environment، بنلاحظ شرح مبسط. Guide Import Directory and function open the GUI design environment. نلاحظ لو كتبت guide هيطلع لي مربع الحوار، رح يسألني create new UI أو open existing GUI، فهختار blank GUI. رح يفتح لي الأداة guide اللي بتسمح برسم الواجهة الرسومية. بنلاحظ هاي الأداة من خلال المربع الأسود الموضح يمكنني أتحكم بحجم شاشة الواجهة كما أنا شايفين. على يسار الشاشة راح لاحظ الأدوات الرئيسية اللي موضحة هون حسب الاسم، ممكن من خلال File Preference Show Name In Component Palette ممكن نشوف أشكال بس رموز. أما إذا قلت له show names راح أشوف أسماء الكائنات. شريط الأدوات اللي يحتوي فايل edit view layout tool help حنشوفهم بالتفصيل لاحقا. البار اللي مبين راح يحتوي عن new figure open figure save figure undo redo align object menu editor لإنشاء القوائم tab order editor محرر الأولوية هنشوفه كمان toolbar editor و الإديتور العام للواجهة ككل. نلاحظ الإديتور راح ينقلني على ملف الام فايل الخاص بالواجهة، فلو كررت إديتور desktop نرفض الاسم fair GUI، نلاحظ راح يفتح لي ملف ام فايل. ملف الام فايل هذا راح يحتوي التوابع الرئيسية الخاصة بالواجهة. نلاحظ واجهتنا فاضية ما في اي شيء، فالتابعين اللي انشأ لي اياهم او ثلاث توابع الفيرست جي اي اوبننج اس تي ان اوبننج فانكشن واوتبوت فانكشن، باختصار اوتبوت اس تي ان واوبننج اس تي ان هي التوابع الاساسية. تابع opening FCN هو التابع اللي راح يتم تنفيذه بمجرد عن كل تشغيل للواجهة، والتابع output FCN أو output function اللي مشايفين هون return the command line، يعني حيرجع لي القيمة. بنشوف أكثر بأمثلة بشكل لاحقا بإذن الله. عند الكائنات الرئيسية للواجهة البوش بوتوم سلايدر راديو بوتون التشيك بوكس الايديت تيب الستاتيك تيب. عندي القوائم بوب اب منيو الليست بوكس قوائم بشكل مختلف من خلال صناديق التوجل بوتون الجداول تيبل الاكسس محاور البانل اللوحات. عندي البوتوم جروب بال
بالإضافة للأكتف إكس إكس كنترول. ملاحظ في عندي أداة مميزة هي لو عملت دبليكيت للعنصر توجل بوتون، لاحظ عندي أداة مميزة هي الألاين أوبجكت، راح تسمح لي أعمل محاذاة للكائنات بشكل سريع. لاحظ كم محاذاتهم حسب السبيس 20 بكسل بين نهاية الكائن وبداية اللي يلي مباشرة، وبشكل المحور تبع للمركز، يعني كلياتهم ممكن أخذهم وحدد مسافة بشكل أفقي أو منهم بشكل عمودي vertical والhorizontal. بنلاحظ انه هلا كل كائن من هالشاشه صار له راح يكون له تابع. هلا لو كبست على الاديتور راح لاحظ انه صار عندي مجموعه اكبر من التوابع، عندي الايدت واحد كول باك والايدت كرييت فانكشن، عندي مثل الليست بوكس كول باك الليست بوكس كرييت فانكشن. لو رجعنا على الواجهه وكبسنا باليمين على اي عنصر نلاحظ عندي ما يسمى view callbacks او ما يسمى الاستدعاءات. رح لاحظ عندي كل كائن رح له مجموعة خاصة من الاستدعاءات، مثل على سبيل المثال التوجل بوتوم له callback create function delete function bottom down function ok press function، الaxis الى create function delete function down bottom down function، الpop up menu مثل ما شايفين left، لاحظ هاي الكائنات الخاصة البانل أربعة فانكشن، البوتوم جروب خمسة، عنده سيلكت تشينج فانكشن راح نشوفهم بإذن الله لاحقا. استدعاء بنلاحظ عندي من خلال جيو اي اوبشن عندي إمكانية تكبير وتصغير من خلال الريسايز بيهيفير، فلو حطيته تناسبي شغلت ال change folder راح لاحظ صار عندي إمكانية تكبير التصغير بشكل يتناسب مع قياس الشاشة عندي. أما لو رجعت ورحت على GUI option لغيت هذا الخيار من resizable شغلت، راح لاحظ ما عندي إمكانية تكبير التصغير. هي لمحة سريعة مبسطة عن الأداة جايد، رح ننتقل بإذن الله بالتسجيلات التالية لندخل مقدمة عملية أكثر.